فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذوق، والذوق من أرفع منازل الإيمان والإحسان، وهذا مصطلح نبوي شريف لا نكير عليه ولا غبار، وإنما الشرط في ذلك ألا يحمل غير معناه الشرعي، وألا يزاغ به إلى الخزعبلات والخرافات، فإذا أخذ على وجهه الشرعي فهو السنة، بل هو الإيمان الحق، وذلك في رواية مسلم من الحديث الصحيح طبعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. والذوق هو شعور القلب وإحساسه بما يجد من الإيمان وحلاوته، فكما أن حواس الإنسان من الناحية المادية تتذوق كما يتذوق اللسان وهو حاسة ذوق مادية، يتذوق الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة إلى غير ذلك من أصناف الذوق وضروبه، وكما يتذوق الأنف عند الشم من روائح الطيب أو عكسه، وكما تتذوق سائر الحواس كالأذن حينما تميز بين الصوت الحسن والصوت غير الحسن، كل ذلك ذوق، إلا أن المقصود بذوق طعم الإيمان إنما هو ذوق القلب، والقلب له حواسه الغيبية الإيمانية، وذلك أن المؤمن حينما يترقى بمراتب الإيمان ويخالط قلبه الشعور بالانتماء إلى الإسلام وتخالط وجدانه بشاشة الإيمان، فإنه يكسب بإذن الله عز وجل ذوقا خاصا في قلبه يميز به بين الحق والباطل، ويتذوق به الخير والشر، فيجد حلاوة الخير ويجد حموضة الشر أو مرارته، هكذا قلب المؤمن. ولذلك ورد في الحديث: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كيف يحوك الإثم في صدرك؟ أي أن قلبك يمجه ويلفظه، أي يرفضه، لأنه لم يستسغه تماما، كما تسقى الماء المر أو الشراب الحنظل فيرفضه ذوقك ويمجه طبعك ولا تستطيع أن تبتلعه، فكذلك المؤمن يصل إلى رتبة من الإيمان لا يستسيغ المعصية. كثير من الناس يدخل المعاصي وهو يستحليها، يدخل المعصية وكتجي حلوة، يعاشر النساء في الزنا ويجد لذلك حلاوة، لأن طبعه فسد ولأن ذوقه ضاع. أشبه ما يكون بأنف المزكوم اللي مريض بالرواح لا يفرق بين الريح الطيب والريح الخبيث، فكذلك من فسد طبعه وفقد ذوق الإيمان فهو لا يستطيع أن يفرق بين الحسن والقبيح في الدين. أما المؤمن الذي سلك مسلك الرشد وترقى ذوقه، والذوق دربة، رأى الذوق مهارة وصناعة يكتسب بالتدرب، الذوق المادي والذوق المعنوي كما هو في الأطعمة، كيمكن نوجدوا اختصاصيين في الذوق كما هو معلوم في الخير وفي الشر أيضا نعلم ذلك، وأيضا في الإيمان هناك أهل الذوق في الدين يتذوقون الحق فيعرفونه ويتذوقون الباطل فيدركونه أيضا، حتى وإن لم يسعفهم الدليل ابتداء وخمل قش الآية أو الحديث لتبين له، فهو يعرف ذلك بذوقه لكن يجد له مستنده بعد، وليس يقصد من هذا إقصاء الأدلة إطلاقا، لا يقصد من هذا إقصاء الأدلة أو نفيها من كتاب الله وسنة رسول الله، فذلك المنطلق عليه المعتمد، ولكن نذكر هذا أن أهل الله وخاصته ولله أهلون كما ورد في الأحاديث الصحاح، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن أهل الله وخاصته، والحديث كما ذكرت صحيح الإسناد ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هؤلاء وأضرابهم ومن كان في معناهم لهم أذواق يتذوقون بها المعروف فيعرفونه ويتذوقون بها المنكر فينكرونه. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا بأشياء من الحديث الذي ذكرنا ومن الحديث المشهور المتفق عليه بين البخاري ومسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قبل أن أسرد الثلاثة أقف عند عبارة قلما ينتبه إليها في هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام وجد، فليس بمعنى لقي يعني بالمعنى الوجدان المادي، كلا، فوجد بمعنى شعر وذاق، تكاد تكون مرادفة لكلمة الذوق ولفعل ذاق. أجد الشيء في السياق المعنوي أي أتذوقه. وأحد الصحابة قتل مستشهدا في معركة من المعارك أحد أو بدر، فقبل أن يلفظ أنفاسه قال لأحد أصحابه: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أجد ريح الجنة. أجد مش يلقاها، يعني شمها، كي شم الطيب جاي من الجنة. فوجد يجد من الوجدان أي من الذوق. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه العبارة وجد هي مفتاح الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من كانت فيه هذه الثلاثة وهي خصال المحبة، محبة الله ورسوله على أعلى ما تكون المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، صيغة التفضيل، مما سواهما من نفسك، من أهلك وبنيك ومالك والدنيا أجمعين. وأن تحب المرء، إن أحببت محبوبا في الله لا تحبه إلا لله، لا تجمع بينكما شركة تجارة أو صناعة أو مصلحة مادية، وإنما الذي جمع بينكم ابتداء الحب في الله، أحببته لتدينه وأحبك لتدينك، فكنتما معا تتعاونان على إصلاح شأنكما وشأن الناس في دين الله، فنعم المحبة هي. وتلك أمارة على ذوق الإيمان ووجد الإيمان، وحينما تكره أن تعود في الكفر أو إلى الكفر. كيف تكره أن تعود إلى الكفر؟ أي لا تشتهي ما عليه الكفار من فساد. صحيح أن المسلمين اليوم يكرهون أن يكونوا يهودا أو نصارى، هذا على العموم، ولكن مع الأسف كثير منهم يشتهي ما عند اليهود والنصارى من موبقات وفساد وانحطاط خلقي وخراب عقدي واجتماعي ونفسي. أمراضهم صارت متعا تشتهى فيما بيننا، والدليل على ذلك حالنا، فاشتهاء ذلك هو ضرب من محبة ما عند الكفر والكفار. يجب أن تكره ذلك، لا أن تحبه ولا حتى أن تحايد، لا تحبه ولا تكرهه، بل وجب أن تكرهه، تكره المعصية، أن تكره الكفر وتوابع الكفر بالاقتضاء واللزوم، فتكره أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذك الله من أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فكتب لك أن يكون أبواك مسلمين، نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها حينما يدرك حجم فقدها. إذن هذه الأمور الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فانجمع بين الحديثين إذن، حديث مسلم الذي ذكرنا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فذوق طعم الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان، كيف يقع ذلك؟ من ها هنا إذن ندرك عظمة الحديث في هذا المعنى، وندرك الباب أو نبصر الباب الذي ندخل من خلاله ونلج عبره إلى هذه المنزلة، منزلة الذوق. كيف تجد حلاوة الإيمان؟ كيف تتذوق ذلك؟
لا بد من معرفة الآلة بين قوسين، يعني الآلة التي تعمل وتشتغل لتتذوق، لأنك إن لم تعرفها فلن تهتدي إلى الذوق سبيلا. فإذا عرفتها وجب عليك أن تدرك أصالحة للإعمال والاستعمال أم هي معطلة. حينما يأتيك الصوت لا تدرك من أي جهة جاء ولا تستطيع أن تتبينه، كتسمع أصوات كتنادي وبغيت تعرف هذه الأصوات منين جاية وشنو فيها ماذا تقول، فلا يمكنك أن تتجه إلى الاتجاه الصحيح إلا بأمرين. الأمر الأول تكون على وعي بالأداة التي تسمع، يعني الأذن، تعرف بأنها الأذن اليمنى مثلا هي التي ينبغي أن تنصت بها، لأن مخايل الصوت تأتي من الجهة اليمنى. أما إذا كانت مخايل الصوت تأتي من الجهة اليمنى فخيل إليك بسبب الصدى أن الكلام يأتي من الجهة اليسرى، واتبعت الصدى الكاذب فلن تزداد إلا ضلالا على مصدر الصوت وطبيعته، غاديش تشد. ويحصل أحيانا الإنسان يعني كيتلف منين جاي مصدر الصوت، بدل ما يمشي الاتجاه الصحيح يمشي الاتجاه المعاكس بسبب الأصداء، فيضل هنا بالمعنى اللغوي عن مصدر الصوت، وما يستطع شيء يطلع الرسالة الصوتية التي تصله. وكذلك في كل الأمور لا بد إذن من إدراك آلة الذوق الوجدانية الإيمانية، ثم بعد ذلك لا بد من تحديد الوجهة من أين يأتي هذا الذي يتذوق حتى تسير إليه. فإذا ضللت عن جهته واتجاهه فلن تستطيع أن تصل إليه. تحديد الأمرين إذن إنما يقع بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القلب هو محط الإيمان وهو آلة الذوق الإيماني الرباني. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والذوق هنا ليس بمعنى الذوق المادي، فالإيمان يتذوق ويبصر ويشم، كل الأشياء الحسية تجتمع لتدل على المعنى الذوقي الإيماني، كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإدراك القلب الحلاوة هو بجامع هذه المعاني جميعا، لكن ليس بصيغتها المادية بل بصيغتها الوجدانية. فأنت إذا ذقت بقلبك شاهدت به، وهذا لا يتأتى بالنسبة للحواس المادية، يعني إذا سمعت الصوت ما يمكنش تشوف الصورة إلا إذا خدمت العين. وإذا ذقت الطعام ولم تكن ذا عينين ما يمكنش تشوف الفاكهة اللي كتذوقها أو الطعام اللي كتذوقه بلسانك، مستحيل إلا أن تتخيل ذلك تخيلا. أما بالقلب فنعم، إذا أبصرت شممت، وإذا شممت ذقت، وإذا ذقت أبصرت. قلب واحد وظيفة واحدة، الذوق وأدواتها بل ومداركها متعددة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يرى إلا متذوق. إبصار، جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. إبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا القلب المعنوي الإيماني هو الآلة. وحينما نقول ذوق يعني إحساس، يعني شعور. ومن هنا وجب التنبيه على أمر، أن استظهار النصوص وسرد الأدلة والوقوف على ظواهرها فقط لا يؤدي إلى ذوق. ولذلك قد يكسب كثير من الناس من الدين ظاهره ويفقد منه حقيقته وجوهره. حينما تجد شخصا مثلا يسرد عليك من الحجج حجاجة ومن الأدلة استدلالا، ولكنه متخشب في معاملته، سيء في طبعه، عنيف في كلامه، فهذا لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، لم يذوق، أعمى القلب مع الأسف، أصيب قلبه بالعمى. لأن القلب إذا أبصر ذاق، وإذا ذاق أرق لتلك الحلاوة، يستحلي حلاوة الإيمان. والقلب الذي استحلى حلاوة الإيمان لا يصدر عنه شر إطلاقا، لأن القلب الطيب الحي لا يعرف الأذى، لا يعرف الأذى أبدا، بل بشدة ما أدرك من ذوق
يتذوق ما يمكن أن يقع للآخرين من إيذاء فيحسب حسابه ويخشى أن يقع منه بغير قصد منه أذى للآخرين. كتلقى رفض الهم للناس عندما نكون بهذا الكلام آذيته، عندما يكون فهم مني غلط لشدة ذوقه ولرفع حاسته الإيمانية، قلبه ذواق. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح، ذاق طعم الإيمان إذن يذاق، وجد حلاوة الإيمان إذن هي حلاوة، والحلاوة ضدها المرارة تقابلها. هذا شيء مهم، مهم جدا، واجب أن نتبصره وواجب أن نتدبره. إذا كنت لا تجد من نصوص كتاب الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حلاوة، فأعد محاسبة قلبك، بل أعد معالجة قلبك، فبه عطل في حاجة عنده خسرة القلب، آلة الذوق معطلة، وجب تصحيحها وعلاجها. حتى إذا حصل هذا وجب أن تحدد الاتجاه، من أين يأتي هذا الكوثر الذي يتذوق، هذا العسل الفائض الذي يجده العبد المؤمن صاحب الذوق الرفيع. إنما يفيض من آيات الله في كتابه القرآن وفي كتابه الكون، ولذلك نبهنا عز وجل إلى هذين، فقال في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، لأنها التي تتذوق، أم على قلوب أقفالها، فهي معطلة لا تشتغل تذوقا ولا تشتغل وجدا ووجدانا. ثم نبهنا على التفكر في خلقه عز وجل من السماوات إلى الأرض: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال في الصالحين: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مصادر الذوق، والمؤمن حينما يدرك مثل هذه الحقائق ويشعر بعظمة الخالق يقع بقلبه لمس الإيمان، كأن الإيمان يلمس قلبه فيعالج ما به من عطل. إلا عنده شيء آلة خاسرة في القلب الإيماني كيعالجها، يعالجها الإيمان الذي وجده بتدبره وتفكره، بتفكره في الخلق وبتدبره للكتاب يجد ذلك. ولذلك قال: ذاق طعم الإيمان. من؟ أي من حصل هذه المراتب التي ذكرها في حديث مسلم أو في حديث الشيخين. من رضي بالله ربا، ومن رضى بالله ربا، ليس يكفيك أن تقول: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه تدخلك الإسلام. قالت العرب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم أعلنوا شهادتهم، ولكنك لا تتذوق بها هكذا على ظاهرها حتى تتدبرها وتتفكر فيما خلالها. ما مفتاح هذه العبارة؟ مفتاحها الرضا. الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية لم تسق عبثا، يمكنش تبدل كلمة وتدير في موضعها كلمة ويعطيك المعنى نفسه أبدا. لا ترادف في كتاب الله ولا تكرار في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل رب الكون، فإذا تكلم جل وعلا بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تكلم بالكمال والجلال والجمال. ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام هو نتاج تربيته جل وعلا، فإذا تكلم المصطفى تكلم بجوامع الكلم، فكان بذلك أفصح الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا، مفتاحها الرضا. وما الرضا؟ شعور بالطمأنينة والسكينة في القلب إلى المعنى الذي أقر به لسانه. شحال من واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه مضطرب، مضطرب في سلوكه، مضطرب في دينه، مضطرب في بيته، مضطرب في كل معاملاته، قلق في حياته، مع الشيء مرتاح، إذن عندوش مشكلة. لأن من قال الكلمة الطيبة ونطق بها كلمة تلفظ ثم وجدها إحساسا في القلب
فلا يعرف القلق إلى قلبه سبيلا، بل السكينة والسكن والطمأنينة، الرضا. والرضا هو عين العبادة وعين الطاعة لله الواحد القهار، وغاية خلق الخلق، غاية خلق الخلق، حينما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخر الآية. فلم يخلق عز وجل عباده إلا ليكون له عبادا، وإنما العبد الرضي الراضي، هذا هو العبد. كيف؟ ليس العبد هو الخاضع، كلا، ماشي اللي يخضع لشي واحد راه عبد. حتى المنافق أو الزنديق حينما يخضع لحكم الله قهرا فلا يكون عابدا، إنما يكون عابدا حينما يخضع طوعا. قالتا: أتينا طائعين، هذه العبودية. فلا يسمى العمل عبادة إلا إذا كان عن رضا، إلا إذا كان عن رضا. أما إذا كان عن إكراه أو سأم أو غضب أو غير ذلك مما تفعله وأنت له كاره، فليس فيه معنى العبادة ولا معنى التعبد. الرضا هو عين العبادة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو عز وجل رضي عنهم لخضوعهم ولعملهم ولمحبتهم لربهم، وهم رضوا عن ربهم أي أقبلوا على عبادته طوعا لا كرها، وصاروا إليه اشتياقا ومحبة. رضيت بالله ربا، ذوق فعلا. إذا رضيت بهذا المعنى وأحسست برغبتك فيه وبإقبالك عليه وبأنك تشتاق إليه من حين لآخر، فأنت رضي مرضي، وذلك عين ذوق حلاوة الإيمان. لأن من استحل الشيء عاد إليه، اللي صلى مرة وهرب ما عرف شيء الصلاة، فإذا لم يعرفها لم يذقها، وإذا لم يذقها لم يعرف حلاوتها، وشيء طبيعي أنه لن يعود إليها. وإنما يعود للنداء بعد النداء من ذاق وعرف ما هنالك من حلاوات وكمالات وجمالات، هذا يعود، ويعود مشتاقا كل حين، بل يشوقه النداء كيتوحش فوقاش يسمع الأذان. متى يسمع نداء الله عز وجل؟ ليجيء إلى موعده، هذا محب، هذا رضي رضا. ومن معاني الرضا بالله ربا أن توحده جل وعلا في ربوبيته، وقد بينت أكثر من مرة أن توحيد الربوبية ليس نصوصا تستظهر ولا تعرض، وإنما توحيد الربوبية إحساس تجده في قلبك فيما يتعلق بخالقية رب الكون للكون، وبما يتعلق بصفاته وأسمائه في نفسك أنت تربية وسلوكا. حينما ترتبط بالله الرزاق وبالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، ترتبط بهذه المعاني الكبيرة من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أنه جل وعلا منه وإليه، منه كل شيء وإليه كل شيء، وليس لك ولا لغيرك من الأمر شيء. حينما تجد ذلك إحساسا وتسلكه في تصرفك وليس في قولك وحسب، سلوكا، تكون آنئذ ذا عقيدة صحيحة. مش العقيدة الصحيحة هي تحفظ تعرض، العقيدة الصحيحة أن تسلك إلى ربك رضيا مرضيا، أي أن تجد أنك قد رضيت. والرضا شعور، وضد الرضا سخط، ما عجبوش الحال، أن ترضى. ومن فروع ذلك، وهو من أصول العقائد لكن من فروع توحيد الربوبية، الرضا بقضاء الله وقدره، ترضى به، أي تجد حلاوة فيما حكم الله به عليك من قضاء الله عز وجل وقدره، كما تجد حلاوة الطعام اللذيذ والشراب اللذيذ، على سبيل التقريب والتشبيه ليس إلا. وإلا فحلاوة الإيمان لا تضارعها حلاوة لمن ذاقها وعرفها، وإلا فكيف يقبل الإنسان على الموت ويترك شهوات الدنيا لو لم يذق من حلاوة الإيمان ما قد ذاق. كثير من العلماء الصالحين والربانيين المجاهدين أقبلوا على الموت وهم ينظرون وقد عرضت عليهم شهوات الدنيا عن اليمين والشمال، فعزفوا عنها وأقبلوا على ربهم مجاهدين مستشهدين نظرا لما وجدوا. والله لو لم يذوقوا لما أقبلوا على المهلكة التي ظنها الناس مهلكة، ذاقوا فعرفوا ما عرفوا
فهان عليهم بعد ذلك ما وجدوا، كما قيل من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، هان عليه ما وجد من ظاهر العنت والمشقة، وإلا فقد وجد حقا الحلاوة، ووجد الجمال، ووجد الأمن والأمان فيما أقبل عليه من عمل صالح، مهما كانت مخلفاته وآثاره. شيء عجيب، شيء عجيب أن يطرق لمس الإيمان قلب العبد، يحوله تحويلا جذريا عجيبا، يخرج منه شخصا آخر مختلفا تماما، كما أخرج الصحابة من رجال تافهين جاهلية إلى رجال قادوا العالم، كانوا أساتذة الدنيا وسادتها في زمانهم وبعد زمانهم. فلا يزال سيدنا عمر رضي الله عنه، وقبله أبو بكر الصديق، وبعدهما عثمان وعلي والصحابة أجمعون من الأنصار والمهاجرين، لا يزالون إلى يوم القيامة سادة الدنيا، خير القرون قرن هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك ذاقوا فعلا وعرفوا. إذا ذاق المؤمن هذا واكتمل لديه ورضي بالإسلام دينا، ما الرضا بالإسلام دينا؟ ليس فقط أن يقول إني مسلم، هذا مسلم، فرق بين أن تكون مسلما وكفى وبين أن ترضى بالإسلام دينا، كما بينت قبل في الرضا بالربوبية، هنالك أيضا الرضا بالإسلامية، وذلك أن تخضع لأحكام الله وشريعته، خضوع المحب، خضوع المقبل على العلاج. الإنسان أحيانا قد يسقيه الطبيب الدواء المر ولا يجده إلا حلوا، وقد شاهدناه بل جربناه، يعني أحيانا كيكون الدواء لو أعطي لك في حالة الصحة كما في الكي، نعطيه هذا المثال ديال الكي، وفي الحديث الصحيح الشفاء في ثلاثة، أحاديث كثيرة في هذا المعنى ديال الكي، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، فالنهي للكراهة وليس للتحريم، وآخر الدواء الكي. حينما يحار الناس في علاج مريض ويضطر إلى كيه، والطبيب الآن يكوي بطرق عصرية، يكوي لقطع نزيف الدم مثلا، كاين صور أخرى حديثة ليس بالنار التقليدية، فهذا الذي يجد ألم الكي في جسمه ولكن من مرض عضال عافانا الله وإياكم، فإن الجسم يتألم فعلا من الإيذاء من الكي، الجسم لا يحفظه، ولكن القلب يجد له راحة عجيبة، شيء غريب، يعني واحد الإحساس في ظاهره متناقض ويجتمعان. يكون الإنسان مريض مرض قلب، شاف هذا الطبيب، شاف هذا الصيدلية، شاف حتى يائس، ثم بعد ذلك أشير عليه بشراب مر حنظل يشرب، يجد له مرارة فعلا، ولكن من ناحية نفسية يجد له حلاوة، شيء غريب جدا، لأن له يقينا، ربما كان على خطأ، ممكن لك الدواء ما كيداويش، ولكن هو اعتقد أنه يعالج، فلا يجد له آنئذ إلا الحلاوة ولو كان أشد من الحنظل مرارة. فكذلك على سبيل التمثيل والتقريب، إذا كان حكم الله عز وجل مما يثقل عليك في بعض الأحيان، فإنك إن كنت من الصالحين ممن بلغ هذه الرتبة لا تجد له إلا حلاوة. ومن أرفع أمثلة ذلك في التاريخ قصة ماعز، الصحابي الجليل الذي زنى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله طهرني من الزنا. عجيب، رجل يقبل على حكم الرجم حتى الموت، وكما وقع للمرأة أيضا التي زنت في عهدي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى رسول الله تقر له بذلك وتطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يطهرها أيضا. فكان في كل حين بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والقصتان مختلفتان، وكلاهما قصة صحيحة عجيبة، يعرض عنهما كأنه لم يسمع عليه الصلاة والسلام في الأولى والثانية والثالثة، وأصر ماعز على أن يطهر نفسه وعلى أن يخضع لحكم الله ورسوله، وأصرت المرأة أيضا، بل كشفت لرسول الله فقالت له: والله إني لحاملة من الزنا. ما بقى بعد ذلك كلام، فأمرها أن تبقى حتى تضع، حتى إذا وضعت جاءت به، فأمرها أن ترضعه، حتى إذا أكملت رضاعه أمر بها فرجمت. الشاهد عندنا، شوف سبحان الله، دي مدة طويلة
كيمكن بنادم تجيه الزعامه في شي لحظه ويزعم على الموت، ولكن دوز واحد شويه ويخاف. هذه الان صار لها اكثر من سنتين اشهر الحمل وسنتان الرضاع، ومع ذلك ثابته كل هذه المده على ان تنال حكم الله وعلى ان ينالها حكم الله. عجيب، دواء مر شديد يستثقله الجسم ولكن يستحليه القلب. حينما رجمها خالد بن الوليد بحجر فطار دمها على ثوبه لعنها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تلعنها، فوالله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شيء غريب كان يحصل لهذا الجيل، جيل الصحابة الكرام، رضوا بالإسلام دينا. هذا الإسلام، هذه بعض أحكامه، هذا غير مثال. وجئنا بالشيء الذي تكرهه النفس عادة وهو الحدود، وإلا فهنالك من الأمثلة في الحديث الكثير كإصباغ الوضوء على المكاره، وقد سبق الحديث عن هذا في غير هذا السياق بهذا المكان نفسه. يعني الإنسان يصبغ الوضوء يتوضى مزيان في وقت البرد الشديد، أو بالصورة المعاصرة التي ذكرنا أن الإنسان قد يلبس من اللباس الأنيق في هذا الزمان، مكاره الزمان أقول أشد من مكاره ذلك الزمان، وفيه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جعل أجر الشهيد من هذه الأجيال على 50 من الشهيد من جيل الصحابة. مكاره هذا الزمان مكاره أخرى، تلقى الموظف مأمور بحسن الهندام، ولكن في الوضوء خصو يطوي الكمام ديال الفيشتة ديالو ولا ديال الجلابة ديالو، ويخسر الحديدة ويخسر النظام ديال اللباس. وصنع الرجل ما صنع أو المرأة ما صنعت من ألوان البريق والتزاويق، ويطلب منها أن تتوضأ مع ذلك. شيء عجيب جدا. كثير من الأسئلة كتجي أن المرأة واش يمكن لها تدير شي طريقة، ما تمسح شي على رأسها وما تغسل شي رجليها وما تديرش وما تديرش في الوضوء، نظرا لأنها قد غرقت في شهوات هذا الزمان وانحرافات هذا الزمان من مكاره هذا الزمان. فالمؤمن الحر الحقيقي يقبل على الدين مهما اختلف الزمان ومهما تعقدت تقاليده السيئة المنحطة، فيجد لذلك حلاوة. المؤمن كيسجد لرب العالمين في التراب ويتلطخ جبينه بالتراب وأنفه كذلك وركبتاه ويداه وأصابعه وكل آرابه السبع تسخ بالتراب، ولكنه يشعر ياك التراب كيطلي وكيوسخ، ولكنه مع ذلك يشعر كأن المسك قد علق ببدنه. شيء عجيب جدا هذا الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما بمسجده وقد أمطروا مطر خير، تحت الشتاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسال السقف على محل سجوده فتكونت بركة من الماء والطين، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام على أن يسجد عليها بوجهه الطاهر. فلما انصرف إلى الناس بعد السلام انصرف إليهم والحديث صحيح الإسناد ووجهه يقطر بماء وطين. شكون اللي قد يديرها في هذا الزمن يسجد في القليتة ديال الطين من اللي يسلم وجهه كله مخمج بالطين؟ عجيب. رضي بالإسلام دينا، صلي صلي جميع الظروف، صوم صوم، زكي زكي، حج حج، وكذلك جميع أحكام الإسلام يخضع لها المؤمن وهو محب. شيء عجيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم ماشي بالظاهر، لا، تسليم قلبي في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما حشمان ما خوفان ما طيرالو ما غضب، فرحان بما قضى عليه الله به ورسوله. ويسلم أي تسليم النفس الوجداني وهو الرضا، ويسلم تسليما، وجعل فيها المفعول المطلق لتوكيد الفعل. في عجيب. ولكمال الفعل، المفعول المطلق من المعاني ديالو في العربية التوكيد، وأيضا الكمال هذا معنى بلاغي. أكل أكلا يعني ما كاينش ما كلا بحال هذيك اللي كلا، كمال الأكل. شرب شربا كمال الشرب. سلم تسليما كمال التسليم لله الواحد القهار. شي عجيب. ويسلم تسليما، كيف لا يذوق مثل هذا؟ بلا يذوق، يذوق ويبصر ويرى ويشاهد ويسمع ويشم، كأنه يطل على الجنة برأسه
كأنه من شباك في الدنيا، من شرجم في الدنيا يطل على الجنة برأسه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنتعلم الرضا بالإسلام دينا، الرضا مش مسلمين وكفى، بل أن نرضى. والرضي بالإسلام لا يخجل من الإسلام. بزاف ديال الناس في كثير من الظروف ما كيرضاش ببعض مظاهر الدين، مصيبة. بل تفتخر وتعتز بكونك مسلما إن كنت رضيا، وإن كنت راضيا بالإسلام دينا. نهار تحس بالله راه شي حاجة ديال الدين حشمتك، راجع إيمانك، راجع إيمانك. أنت مسلم نعم، ولكن مع الأسف لا رضا لك بالإسلام دينا. الفاسق التالف هو الذي يجب أن يخجل بكفره أو بفسقه أو فجوره، وليس المؤمن. وتصل المصيبة إلى درجة أن بعض الصالحين مع الأسف نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يحشموا يصليوا قدام الناس في ظروف معينة. هذا خطير جدا. شكون اللي يحشم؟ اللي يصلي ولا ما يصليش؟ طبعا الذي لا يصلي واللي خصو يدرك وجوهه مش يشوف فين يدير راسه. أما المصلي فهو على الوضع الطبيعي، يجب أن يقوده رضاه بربه ورضاه بدينه إلى محبة إسلامه. ومن أحب إسلامه أحب إشهاره، ليس لإشهار نفسه لا، ولكن لإشهار دينه، لأنه يحب أن تشيع الصالحات في الذين آمنوا، وأن تشيع الحسنات في الذين آمنوا. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الكافر أو هذا الفاجر يعلن ويشهر كفره وفجوره، والآخر يشهر زندقته ليتبع في الفجور وليتبع في الزندقة. وأنت أيها المؤمن تخجل من أن تشهر إسلامك؟ لم ترضى بالإسلام دينا إذن، لم ترضى بالإسلام دينا إذن. والإسلام أن تقول وأن تعلن ذلك، قول وإعلان. والقول الإعلان في مثل هذا السياق الذي أتحدث فيه، لا في سياق الكبر والخيلاء، دعوة إلى الله عز وجل وإعلان للرضا التام الكامل والتسليم الجامع المانع لربوبية الرب عز وجل ولشريعته. وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. وأن ترضى بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، القدوة، الحبيب المحبوب، الخليل، خليل الله عز وجل. وإنما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، يعني أبا بكر الصديق، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام اتخذ الرحمن خليلا. فكيف لا تحب من أحبه الله ورفعه إلى أعلى مراتب المحبة، وهي مرتبة الخلة. لقد اتخذني الله خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، أو كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا أيضا حديث صحيح، كلاهما ثابت الإسناد صحيح. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أحبه الله من فوق سبع سماوات، وشرف قدره بأن اصطفاه وأنزل عليه خير كتاب القرآن العظيم، وأرسله في أعظم مهمة، أعظم مهمة كانت على وجه الأرض في تاريخ البشرية. مش غير الرسالة فقط، لا، الرسالة وزيادة، ختم الرسالة، ختم الرسالة، وهو الشرف التام الذي طبع به الرحمن الهداية في الأرض. الله عز وجل خلق الخلق وأنزل الرزق وأنزل الهداية وخاتم الهداية. محمد عليه الصلاة والسلام كان خاتم الهداية. من لم يهتدي به فلا هداية له، من لم يقتدي به ضل ضلالا بعيدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. يحببكم الله، عجيب جدا أن يربط الله عز وجل محبته، أي محبة الله، أن يربط محبته جل وعلا فوق سبع سماوات بمحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا إذن يكون التأسي بالسنة لمن يعرف ما السنة.
وإنما السنة الطريقة المتبعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون المتأسي بالسنة محبا لأنه أحب رسول الله اقتدى به، فلا يدعوه إلى السنة إلا على وزان ما في قلبه من محبة. مثل هذا لا يمكن أن يصدر على لسانه خبث أو خبث. لما تلقى واحد يدعو إلى السنة ومخرج دشاش ديال النار من فمه، فلا علاقة له بالسنة ولا بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحب لا يصدر عنه الأذى. صح عن رسول الله في الحديث الصحيح: المؤمن لا يكون لعانا، انتهى. المؤمن لا يكون لعانا، لا ينسجم مع سنة رسول الله لعن الناس، وإنما ينسجم معها الدعاء للناس بالهداية. حينما صنعت قريش ما صنعت من أذى برسول الله، نزل جبريل عليه السلام يعرض عليه أن يجمع الكفار من قريش بين جبليها، قال لا، كان أرحم بأمته عليه الصلاة والسلام، وأرحم بمن يدعوهم من الناس حتى قبل إسلامهم، إذ كان فيه رجاء أن يسلموا أو أن يخرج من أصلابهم من ينصر به الله دينه، كما قال في أهل الطائف الذين رجموه بالحجارة إذ أطلقوا عليه سفهاءهم وصبيانهم. حدث من شأنه أن يزلزل الأرض ويخسف بأهل الطائف جميعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحلم بهؤلاء الكفار، كانوا كفار، كان أحلم بهم من كثير مع الأسف من الناس بالمسلمين. يعني كثير ممن يتحدث من المسلمين إلى المسلمين كانوا أقل حلما بالمسلمين من حلم رسول الله بالكافرين. مصيبة هذه. السنة واضحة، واضحة طريق. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني غير اللي ما بغاش، غير اللي عمى. السنة الحقيقية لا يختلف عليها اثنان ولا يتقاتل عليها كبشان كما يقول أو لا يتناطحان. هذه السنة الحقيقية. وعليكم بما عرفتم من سنتي، عرفتم أي الواضح البين من سنة رسول الله وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وما لم يعرف من سنته هو المسمى بالشواذ، تشذ به الأفكار الشاذة والأخلاق الشاذة عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن طريق، حبل ممدود من السماء إلى الأرض كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك له مسلك يسلك به ليقتدي به الناس كيف يسلكون إلى الله عز وجل. من أحب محمدا عليه الصلاة والسلام أحب سنته، وذلك هو الرضا بمحمد رسولا والرضا برسول الله نبيا، أن ترضى به، أن تخضع لسنته خضوع محبة. لكن إذا ثبت لك ذلك كذلك فعليك إذا سمعت أن تطيع. لا ينبغي أن تغلبك أهواؤك والتقاليد الاجتماعية المخالفة للكتاب والسنة والأهواء المرتبطة بالبدع والمنكرات. إن كنت محبا لرسول الله فعلا وجب عليك أن تكره ما أنت عليه من البدعة وتنتقل منه إلى السنة رغبا ورهبا، محبة وشوقا وفرحا أن أنقذك الله من خطلك وبدعتك، حتى يستوي الميزان. حينما ننتقد من يغلو ويفحش ويشرد وينحرف في الدعوة إلى السنة فإننا كذلك لا نقر البدعة. البدعة بدعة، والضلال ضلال، والظلام ظلام، والحق أحق أن يتبع. وإنما الإسلام وسط، وسط، والغلو مذموم، وقد نهى الله عنه في القرآن. نهى أهل الكتاب من قبلنا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغلو كما غلا أهل الكتاب من قبلنا. حينما تخالط الأهواء قلب المسلم فإنها تفسد عليه ما عرفه من السنة ومن الحق والخير. شحال من واحد كيكون الحق عنده، عنده الحق، معاه الحق، ولكن لما بقلبه من الأهواء يفسد ذلك الحق، فلا يوصله إلى أهله كما هو، بل يوصله إليهم مغلفا بالأهواء فيرفضه الناس.
هل من واحد يدعو إلى السنة؟ نعرف أنه من حيث الأحاديث التي يتحدثون بها فهم يدعون إلى السنة، ولكن نظرا لما خالط قلوب بعضهم من مثل هؤلاء من الأهواء المرتبطة ببعض المنازع السياسية أو المنازع المادية أو المنازع الشخصانية، يفسدون الدعوة إلى السنة فيجعلونها مرفوضة في الناس، فيأثمون مرتين. المرة الأولى أنهم خالطوا وخالطوا بين أهوائهم وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية أنهم تسببوا في بغض الناس للسنة، خطأ مركب. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يطيقون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عجيب. المنهج النبوي الحق والسنة النبوية واضحة واضحة. والله الذي لا إله إلا هو، لو عرضت السنة كما هي عند رسول الله بغير منازع مذهبية أو سياسية لما كرهها إلا من أضل الله قلبه ولا كتب لها القبول في الأرض، وقد كتب لها من قبل ومن بعد. وإنما الذي يجعل الناس يشردون عن ذلك هم الذين غلفوها وأساءوا إليها بعباراتهم الخشنة وبسلوكهم في معاملاتهم الاجتماعية والمالية التي أضرت بكتاب الله وأضرت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إن كثيرا من ألفاظ الدين ومصطلحات التدين مجه الناس وكرهوها بسبب أولئك الذين ألصقوا بها بسلوكهم السيء انطباعا سيئا لدى الناس. وأعطي مثالا واضحا وأنا على يقين منه بإذن الله. مصطلح السلفية، السلفية لفظ شريف، الانتماء للسلف، وأفتخر شخصيا بأني أحب أن أكون إن شاء الله على عقيدة السلف الصالح. ولكن نظرا لأن بعض من، وليس كل، بعض من تزعم الزعم في ذلك وادعاه كان سيء الخلق سيء المعاملة فاحش اللفظ، كره الناس هذا اللفظ وما تحته وما يقتضيه، فتسبب في مصيبتين كما ذكرت: في إفساد معنى العبارة وفي إفساد عقول الناس وقلوبهم. وكثير من الألفاظ كان هذا أمرها، بل لفظ السنة نفسها غير اسمع الكتاب والسنة في واحد الوقت كان يعني كلام يخضع له العبد بسهولة، ولكن الآن غير واحد يقول لك الكتاب والسنة وانت تكمش كتخاف، لأنه جارت العادة مع الأسف وتواتر أنه غير يقول لك الكتاب والسنة تسنى الرصاصة تجي فيك، الرصاصة الكلامية، تسنى اللعن والشتم والسب. مما كتاب الله منه براء ومما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منه براء. كتاب الله أرحم بالناس من أمثال هؤلاء المتنطعين، سنة رسول الله أرأف بالناس من جهل هؤلاء الجاهلين. ولا أخص أحدا بالذكر إطلاقا، وإنما أنتقد فكرا شاع وأضاع كثيرا من أحوال التدين بين العباد وفي البلاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا المفتاح وذهبنا ندخل من النافذة، وإنما المفتاح يفتح الباب. قال: من راضي رضا. فمفتاح قلوب الناس أن تبحث عن الرضا في قلوبهم، كيف ترضيهم بسنة رسول الله، كيف تحبب إليهم رسول الله، كيف تحبب لهم الدين جملة وتفصيلا. تحبيب وتقريب، بشرا ويسرا ولا تعسرا ولا تنفرا، بشرا ويسرا كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، ولا تعسرا ولا تنفرا. هذا المنهج الواضح القاطع البين. ولا كرامة للبدع، ولا كرامة للعقائد الضالة، ولا كرامة للخرافات، هذا مقطوع به. ولكن نطالب بالسنة في الدعوة إلى السنة، كاين السنة نعم، والسنة الأخرى هي سنة الرسول في الدعوة إلى السنة. فهناك من يدعو إلى السنة بالبدعة، يعني غير يعمر الإنسان فمه بالسنة السنة السنة، ولكن المنهج الذي عنده منهج بدعة، منهج العنين والشتمين، وهذا ابتداع في منهج الدعوة، منهج مصادرة للنيات، وهذا تصور وتعد على سلطان الله،
ملي تبدأ أول النية ديالو هذا كراه زنديق وكذا وكذا، لأنه تخمن وتؤول أن نيته من ذلك الفعل إنما كذا وليقال كذا، هذا تعدي على سلطان الله، لأن الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبأي حق تصادر ما في قلبه وتحكم عليه بما لم يفعل بعد وبما فعله وهو قابل لكثير من الاحتمالات والدلالات. وقد غضب رسول الله على حبه أسامة بن زيد إذ قتل رجلا شهد لا إله إلا الله في المعركة، فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا، قال هل شققت على صدره؟ سنة واضحة، سنة واضحة وطريقها واضحة، إلا من أبى، فمن دعا إلى السنة بالسنة أحب الناس على يديه السنة، ومن دعا إلى السنة بالبدعة تسبب في البلاء والخسار والدمار، وكان عليه إثم من ضل بسببه، لا ينقص من آثامهم شيئا طبعا، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. منهج الرضا والمحبة والتقرب والتقريب هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقود إلى ما بدأنا به كلامنا من الذوق. هذا الذي ينفر من السنة لم يذوقها، ذوقوا. هذا الذي غرق في البدعة ما ذاق قبل ذلك حلاوة السنة، ذوقوا. فلو قمت بتذويقه لذاق الحلاوة كما ذقتها أنت، ولبحث هو عن السنة ربما أحرص مما تبحث عنها أنت، ولكن لا تستطيع أن تذوقه إن لم تكن أنت قد ذقت قبل، لأن فاقد الشيء كما هو معلوم لا يعطيه، لا يمكنه أن يعطي شيئا هو يفقده، هو في حاجة إليه. فمن طرق باب السنة فليطرق باب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفاته وأخلاقه وحسن شمائله، حتى إذا اكتسب من ذلك أدبا سلك إلى أحكام السنة، بعد ذلك وبعد ذلك فقط سلك إلى أحكام السنة مسالكها الطبيعية العلمية. الذوق إذن شيء يؤدي إغفاله إلى فقدان الإحساس، ومن فقد الإحساس تكلس قلبه وصدر عنه كل شر، ومن أدرك الإحساس أدرك الحياة، وذلك هو القلب الحي، وعكسه هو القلب الميت. تلك منزلة فعلا نحن في هذا الزمان خاصة أحوج ما نكون إليها، فمن رزقها فقد رزق الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.